مباشرة نتوجه إلى مداخلة مع السيد لوكاس ميتزيغر والسيدة نانور جالفيتلان والسيدة ميرفت سلمان. عنوان هذه المداخلة هو مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية زائد معاهدة الاستدامة البيئية Towards a more environmentally sustainable Wikimedia movement, the Wikimedia affiliates and sustainability covenant. من تقديم الثلاثي وتقديم المشكورين. الصوت مسموع؟ نعم. وشاشة العرض؟ لأنه ما عم بشوف أنا شيء. واضحة الشاشة، واضحة هنا. شكرا شكرا شكرا. تفضل. نعم تفضل إسارة. شكرا. أهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي الحضور بجلستنا اليوم اللي راح نحكي عن ثلاث نقاط خلال 45 دقيقة. راح نبدأ بالتعرف على مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية تقدمها مرفت وأنا نانور، ثم سيحدثنا لوكاس عن الاستدامة البيئية في حركة ويكيميديا وكيف أنها تتوجه نحو التوسع لنصل إلى تعهد الاستدامة البيئية، وهو الموضوع الرئيسي في جلسة اليوم وهو سبب جلستنا في ويكي العربية 2021. إذا ننطلق مع مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية. عام 2030 هو عام هام للعالم بشكل عام وبشكل خاص لحركة ويكيميديا، لأن بعد أن وضعت الأسس في سنة 2017 التوجه الاستراتيجي لحركة ويكيبيديا نحو المستقبل بأن تكون 2000 بحلول 2030 هي السنة التي تصبح فيها حركة ويكيميديا هي البنية الأساسية للنظام المعرفة الحرة بالعالم، ويمكن لأي شخص أن يشاركنا هذه الرؤية أن ينضم إلينا. من ناحية ثانية، عام 2030 هو العام اللي يطمع فيه العالم أن تقضي فيه على الجوع وحماية الكوكب وتأمين الرخاء للجميع، وذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 اللي وضعتها منظمة الأمم المتحدة والمعروفة اختصاراً باللغة الإنجليزية الـ SDGs. بعض البلدان خاصة الدول المتقدمة منها يتعين عليها أن تحقق بعض من هذه الأهداف 17، لكن العالم العربي عليه العمل لتحقيق جميعها، لأن نحن بعيدين جدا عن تحقيق هذه الأهداف حاليا لظروف مختلفة اجتماعية اقتصادية حروب هنا وهناك. لذلك نحن نحتاج إلى زيادة الوعي في للتركيز على هذه الأهداف، وأيضا تقييم المخاطر للوضع الحالي والمستقبلي لنستطيع أن نحدث التغيير ونتغلى ونتجاوز هذه التحديات. وعندما نذكر خطورة الوضع المستقبلي لا نتحدث عن مستقبل بعد 50 أو 100 سنة، نحن نتحدث عن 9 أو 10 سنوات. لذلك فزيادة الوعي هي هدف من أهداف مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية، وبالإضافة إلى ذلك إيجاد الطرق لتنفيذ هذه الأهداف في منطقتنا في العالم العربي، وذلك من خلال قنوات ومشاريع حركة ويكيميديا وأيضا بالشراكات مع جهات خارج الحركة. منظمتا المبادرة مرفت سلمان وهي إدارية في ويكيبيديا العربية، ونانور جرابيديان أنا محررة في ويكيبيديا العربية أيضا، ونحن من المستخدمات النشيطات في عدة مشاريع منها كومونز وخاصة مرفت في ويكي بيانات، بالإضافة أن أعضاء بعدة مجموعات مستخدمين ضمن الحركة. ونحن نقود هذه المبادرة لأننا مؤمنين بأهميتها في العالم العربي، وقيادتنا لهذه المبادرة هي تمكين للمرأة واللي تتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة اللي هي المساواة بين الجنسين.
فكرة المبادرة أتت بعد الندوة عبر الإنترنت اللي كانت تحت عنوان احمي البيئة لتضمن المستقبل، وكانت نشاط ضمن حملة ويكي حقوق الإنسان لعام 2021. شاركت فيه عدد من الويكيميديين وأيضا منظمة محلية في السويد تهتم بالبيئة، وكانت التعاون لتسليط الضوء على المشاكل البيئية وموجهة للمتحدثين باللغة العربية في السويد. إذا نرى أين تلتقي مبادرة ويكي الاستدامة العربية مع توصيات استراتيجية حركة ويكيميديا لـ 2030؟ بالحقيقة نلتقي بالتوصية الأولى، واللي هي زيادة استدامة الحركة وعن طريق دعم ممارسات الاستدامة البيئية، ومنها مثلاً هذا اللقاء اليوم الذي سوف نحكي عنه بالتفصيل عن التعهد الاستدامة البيئية، وأيضاً زيادة الوعي بحركة ويكيميديا وقيمها، ومن خلال طبعاً التركيز الأساسي في هذه التوصية هي الدعم المادي للمجتمعات ذات التمثيل الضعيف أو الناشئة، ومنها المجتمعات والمجموعات التابعة للعالم العربي. التوصية الثانية وهي تحديد مواضيع التأثير، ومن أهم المواضيع التي تستطيع ويكيميديا بمشاريعها ومحتوى أن تؤثر فيها هي أهداف الاستدامة 17 للأمم المتحدة، وذلك بدراسة ومعرفة تقييم الفجوات المحتوى بخصوص بهذا المجال، وكيف نقوم بالمبادرات لكي ندعم المحتوى في محتوى المجتمعات بما يخص هذا المجال. لننتقل مع مرفت ونرى ما وضع ويكي مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية والعالم العربي. تفضلي مرفت. شكرا نور على المقدمة. نحن الهدف الأول كان نعرف أو نستطلع قديش العالم العربي أو النشطاء في العالم العربي بيعرفوا عن أهداف الاستدامة، فاستخدمنا أداة الاستبيان، نشرنا في فترة من العام القادم، وسألنا المستخدمين أو المشاركين مجموعة من الأسئلة اللي كانت تهدف لمعرفة ما هي الأهداف التنمية المستدامة اللي معروفة في العالم العربي، وهل فئات المشاركين بجميعها على اطلاع أو غير مطلعين، لأنه زي ما نحن نستهدف فئة محددة غالباً في التطبيق اللي هم الأعمار الشباب أو الأعمار المتوسطة. في السؤال الأول أو استطلعنا أعمار المشاركين، كان 52% من المشاركين هم من الفئة العمرية بين 15 و25 سنة، و 48% تقريباً أكبر من 25 سنة. السؤال عن مدى معرفتهم بأهداف الاستدامة أو الإسديجيز، كان 44% لم يسمعوا عنها من قبل. طبعاً هاي النسبة كتير كبيرة، يعني بمعنى آخر الجهل بأهداف التنمية المستدامة كتير كبير، وهذا بيلقي على عاتقنا عبء نشر المعرفة أولاً وأخيراً. يعني هذا هو العامل الأول اللي بناء عليه رح إنه ننطلق مبادرتنا ونشتغل فيها. 28% سمعوا عنها ولكن اطلاع خفيف. في عندنا 17% عندهم معرفة جيدة فيها، ونسبة 11% من المشاركين في الاستبيان أفادوا بأنه لديهم إلمام جيد ويطبقونها في حياتهم اليومية. تعنى الاستدامة بسد حاجة المجتمع في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. هل تتفق مع ضرورة اعتماد الاستدامة أساساً لصنع القرار؟ هذا كان سؤال أساسي في الاستبيان. جاءت الإجابة أنه نعم، 89% يعتقدون أن أهداف التنمية المستدامة ضرورية لدعم القرارات طبعاً اللي بتأثر على
تلبية احتياجات الأفراد خاصة في المراحل القادمة. طبعا النسبة أو الاتفاق مع هذه الحقيقة هو أمر مهم. طبعا النسبة جيدة جدا ومبشرة، يعني بتعطي انطباع أنه ممكن يعني بأريحية الانطلاق والعمل مع هذه الفئات إن شاء الله في التطبيق. 7% لا يعتقدون أن أهداف التنمية المستدامة لا ضرورية لدعم القرارات، ويعتقد 4% أن الاستدامة هي نوع من الرفاهية ليست أساسية أصلاً في تلبية احتياجات الناس. هل ترغب بالتطوع لتحقيق أهداف الاستدامة؟ طبعاً العمل بده شغل كتير، يعني لاحظتوا انه النسبة كبيرة من المشاركين اصلا ليس عندهم معرفة خالص بالموضوع التنمية ولا الSDGs ولا الامور هاي كلها. فلما بيجي عندنا 77 مشارك او 77% من المشاركين على استعداد للعمل او التطوع لتحقيق الاهداف، فهذا ايضا نسبة مبشرة. عدد الساعات اللي ممكن انهم يعملوا فيها تطوعيا على تنفيذ اهداف التنميه المستدامه 35% النسبه الاكبر، من ساعتين لاربع ساعات اسبوعيا. للاسف 11% غير متاحين للمشاركه، و في فئه 24% اكثر من اربع ساعات اسبوعيا، وهذا الامر ايضا مبشر. إذن مثل ما رأينا أنه أخذنا فكرة سريعة عن طريق الاستبيان، أن أغلبية المشاركين اللي كانوا هي شريحة كانت من داخل حركة ويكيميديا وخارج من الشباب، هم ليسوا على اطلاع بأهداف التنمية المستدامة. لذلك مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية إلى فئات مستهدفة قسمناها لثلاث أقسام. أولاً الويكيميديون راح أتحدث عنها، وراح تتحدث عن الفئة الثانية اللي هن المنظمات والخبراء وطلبة كوادر والكوادر التعليمية، راح تتحدث عنهم مرفت. الويكيميديون وبالإضافة إلى الأنشطة نقصد فيها كل المستخدمين النشطين الموجودين بويكيبيديا بالمشاريع الثانية، الأعضاء اللي هن منتسبين لمجموعات مستخدمين مختلفة، بأن نشجعهم بالتذكير للمشاركة بالنشاطات العالمية، لأنه مثل ما بنعرف في نشاطات عالمية تكرر كل سنة مثل يوم الأرض أو تغير المناخ أسبوع أو حملة ويكي حقوق الإنسان. فمبادرة ويكي استدامة بالعربية راح تكون حافز أو متابعة لهالأمور، لأن تذكر وتزودهم بالمعلومات بالمشاركة والفعالية أكبر. وأيضا بما أن هذه المبادرة هي موجهة للعالم العربي، ونحن عنا بمنطقتنا عدد من المجموعات المستخدمين بالإضافة إلى المشاريع من الأفراد أو المجموعات اللي تكون عملها هو موجه لزيادة أو المحتوى العربي ضمن ويكيبيديا أو المشاريع الثانية، لذلك نحن ضمن المبادرة راح نتواصل مع هذه المجموعات. وأول خطوة لنا هي جلسة اليوم اللي راح نحكي عن تعهد الاستدامة البيئية، ونشجع هذه المجموعات إن مثل ما قلت ليس فقط على مستوى الأفراد إنما على مستوى المجموعات إنه يكونوا حاضرين ومتفاعلين أكثر مع النشاطات اللي بتتعلق مع مثلا يوم المرأة بالطفولة التعليم والبيئة، وأيضا بتسويتهم بأننا نزودهم بالتقارير التي تصدر مثلا من الأمم المتحدة. وأيضا هدف المبادرة هو خلق بيئة تعاونية والتواصل بين هذه المجموعات لتبادل التجارب وتبادل الأفكار، لأن أي تجربة ناجحة يمكن أن تعمم على جميع المجموعات وبذلك نحصل على نتائج أفضل. مع مرفت والمجموعة أو الفئة المستهدفة الثانية. أوكي،
طبعا نحن بحاجة للتعاون مع الخبراء، رح نقدر من خلال الخبراء نحصل على المعرفة قبل ما أنه يعني هم خبراء التنمية أو خبراء الاستدامة، ممكن أنه يحدثونا أو نستضيفهم خلال ويبينارز، يحدثونا أو يحدثوا الجمهور المستهدف ويطلعونا على أهداف التنمية، كيف الدول بتطبقها وكيف رح نقدر نوصل خلال السنوات القادمة لسنة 2030 أكبر كم أو أكبر عدد ممكن من هاي الأهداف في دولنا. طبعاً الخبراء ممكن يكونوا على مستوى الجامعات أو من المؤسسات المعنية، ممكن أيضاً من خلال المبادرة أو من خلال الجهات المعنية طبعاً اللي فرجتنا إياهم نانور، اللي هم معظمهم جهات أو مجموعات مستخدمين في المنطقة العربية، ننتج مقاطع فيديو تتضمن إحصائيات وحقائق، ومثل ما تفضلت نانور تقارير الأمم المتحدة اللي بتطلع دورياً حول الإحصائيات، ممكن إنه نوفرها بطرق سهلة القراءة، ممكن انفوغرافيكس أو فيديوز، مقاطع فيديوز ومشاركتها مع الجمهور المستهدف. التقارير طبعاً مش بس مقصورة على الأمم المتحدة، في جهات جداً كثير بتعمل حول العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها منظمات غير ربحية وموجود منها منظمات أيضاً في العالم العربي أصلاً. برضه هون بنيجي لموضوع الشراكات، إذا بيسمعني جاك، في شراكات لمحو الأمنية يعني في نطاق الاستدامة، ومنظمات المجتمع المدني المحلية أيضاً بحاجة إلى أن نتواصل معهم، فاحتمال إنه دور المؤسسة في هذا النطاق يكون تسهيل أو تيسير عملية التواصل مع هذه الجهات. ليش نحن بهمنا موضوع الطلاب والكوادر التعليمية؟ هلا لما بنحكي 2030 يعني نحن بنحكي عن مين هم هلا الفئات اللي رح تتأثر بغياب أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030؟ هم الطلاب اللي رح يكونوا في هذاك الوقت، هم طلاب جامعات، قائمين على أعمال، أصحاب أعمال، هم الفئات اللي رح يحسوا بضرر أو بالتأثير الإيجابي للتنمية المستدامة في حينه. علشان هيك نحن بنقول إنه الفئة المستهدفة من هاي المشاريع هم الطلاب والكوادر التعليمية، لأنهم هم الطرف المساهم في التنفيذ والتوعية، التوعية تحديداً. برضو هون الأدوات اللي ممكن إنه نستخدمها لإيصال المعرفة المستدامة، مقاطع فيديو، تأثير أهداف التنمية المستدامة على طلاب المدارس الثانوية والشباب، ممكن إنه نطلع تقارير فيها، جلسات حوارية، أسئلة وأجوبة يشارك فيها خبراء وطلاب، ممكن نستخدم أو بديش أقول نستغل نستعين في برامج التعليم في ويكيميديا أيضاً للتركيز على تطوير أو تنمية المحتوى المتعلق. يعني إحنا لما بنحكي عن عدد كبير من الأهداف، وإذا طلعنا على المقالات اللي بتعنى فيها أو اللي بتتفاعل أو بتتعامل مع هذا المحتوى، نجد أنها بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى التطوير أكثر. أيضاً المنظمات الغير ربحية في قطاع التعليم العاملة في المنطقة. بالنسبة للحياة، تفضلي مرفت، عفوا أكمل أحكي عن التحديات. طبعاً من أفضل منك ليحكي عن تحدياتنا. شكراً. طبعاً أكيد لا شك إنه تنفيذ هيك أهداف وتنفيذ مبادرات تعنى بالدرجة الأولى بنشر الوعي حول التنمية المستدامة تحديات كبيرة. أنتوا بتعرفوا خصوصية المنطقة، خصوصية دولنا، خصوصية العمل التطوعي فيها مش سهلة، لأنه توجهات الناس واهتماماتهم مختلفة. فالوصول أول تحدي هو أنه أنتوا تقدر توصل للفئات المستهدفة مش سهل. فئات الشباب عادة اهتماماتهم جدا جدا مختلفة، و يعني ممكن انهم يختلفوا عن توجهاتنا 360 درجه او اذا في اكثر ممكن نقول اكثر. فانك تقدر توصل لهاي الفئات، تقدر تقنعهم بالمشاريع، تقدر تقنعهم باهميه المشاركه فيها، امر في غايه الصعوبه. طبعا التنفيذ يحتاج الى تمويل ودعم مادي،
بدنا نركز على فئة أو على فكرة العمل التطوعي، يعني حتى لو بوجود الدعم المادي فهذا لا يعني أنه الناس تتوقع أنها ممكن تشتغل أو على هاي الموضوع بأجور أو بدلات مالية. ففكرة أنه نشجع فكرة العمل التطوعي هي أيضا مهمة، وهي تحدي كبير أيضا. تشجيع المنظمات ذات الاهتمامات والأهداف المشتركة للشراكة معنا. جاك كمان مرة بتقدر تحط سمايل هون بيجي دوركم، خلينا نشوف كيف فينا نعمل أو نتوصل لهاي المنظمات حتى نقدر نعمل الشراكات اللازمة. شكرا شكرا شكرا. وننتقل هلا مع لوكاس للجزء الثاني من جلسة اليوم لنتعرف على الاستدامة، أو مثل ما العنوان موجود نحو استدامة بيئية أكثر لحركة ويكيميديا. Lucas, the mic is with you. Hey, hello. Thank you. Thank you for letting me attend and present together with Nanur and Mefat. Thank you very much. Nanur, you will have to help me with the slides going forward. Of course, I would like to just take a few minutes to introduce our recent project regarding sustainability that fits into the entire framework of the SDG goal number 17, as Nano already said. And yes, it is about environmental sustainability, about the climate. And the first slide, of course, has a sad message that our planet, our environment, is not doing very well. And it becomes evident on the Wikimedia projects. And you can just click forward, Nanur, as I speak. And we are part of the problem. What you can see here is the power plant in the United States that powers the servers that run Wikipedia. But we are not only part of the problem, we are also part of the solution, because we are covering the information on the projects, and we are a community that can do great things. And of course, we have a very well-known name. Wikipedia can set an example and can find partners and work together with others for more sustainability, as Mefat and Nanur already said. And this is why we have started working on this as a community with our partners. And we can just go forward, I think. And of course, the most important thing that we can do in terms of environmental sustainability is to cover this information on Wikipedia, on the Wikimedia projects, in all the languages of the world, including, of course, Arabic, and to find partners around the world to document this. And but it's not only the Wikimedia content, it's also about our own carbon footprint. So this year we are meeting virtually, but maybe in the future we might be meeting physically again. And so we have started looking at what can we do really to reduce our carbon footprint. And the first, of course, is to set a goal, to make a commitment, and then to follow through with renewable energy for the servers, with virtual meetings or hybrid meetings. So some people come in person, some people fly in, with a renewable sustainable investment policy for the Wikimedia endowment, so how we spend our money. And so far the status of these projects is going comme ci, comme ça in French. It's going so-so. So we have made a commitment, as you can see in the next slide, but on other fronts we've not been doing so well. But of course, behind this, I started a sustainability at 40 Wikimedians around the world have signed it, and the Wikimedia Foundation Board of Trustees has adopted a resolution saying that we want to become more environmentally sustainable. And we are reporting our carbon footprint. And what's interesting is that a big, big, big part of our carbon footprint is air travel. So virtual meetings or hybrid meetings like this one
of really bringing us a big step forward to become more environmentally sustainable, so that I, from my friend's place here in Germany, and then Noor from Sweden and so on, can participate remotely. And as you can see, we have made a commitment, but we are working on the other parts of our carbon footprint. And now I would like to present a new initiative, and I would like to express an invitation. Because we came together, as you can see here, we asked ourselves, so what are we doing next? And we came together as a group and discussed this virtually, and we set two goals. One is to cover sustainability better on the projects, and that fits into what Nanur and Mefat just talked about. And the other is, of course, to become more environmentally sustainable as a movement. All right. And this is why I would like to express an invitation or introduce a new partnership, which is the Wikimedia Environmental Sustainability Covenant, or here, as you can see, it also has an Arabic name. And yes, and I would like to, it is a big chunk of text, and I won't read all of it now. I just want to explain what it does. It is a commitment or an agreement between Wikimedia affiliates that agree on certain things, that we want to cover the issue of the climate crisis better on the Wikimedia projects. We want to reduce our carbon footprint, and we want to talk about it, or we want to connect about this effort to work together to better assume our responsibility in the climate crisis. And so far, a number of affiliates have already co-signed this agreement, this covenant. As you can see here, my own chapter, Wikimedia Deutschland, but also Wikimedia France, who had the idea for this project, the South African chapter, the West Bengal user group, which is in India, and the group of affiliates that has been co-signing this agreement is growing. And this is why I'm so happy to be at Wiki Arabia this year to present this initiative and to invite the Arabic user groups and affiliates to co-sign as well, or to contact me if you have any questions. So yes, please, I would be very happy to talk about this initiative and extend the invitation once more to the Arabic affiliates to join in with the effort. I think that already concludes my few words, and I can hand over to Mefat and Nanur again, and we can switch back to Arabic, I think. Yes, thank you, Lucas. And actually, I want to continue in English a little bit, say that Lucas, Mirfat, and I are members of Wikimedians for Sustainability Development User Groups. And despite the Wiki SDGs, Arabia is an initiative that covers all goals, but today we are main focus here on environmental issues. So what we are doing together this at this stage and in the future, Wiki SDGs Arabia is going to add as the networking point among the affiliates and projects in the Arabic region to present to them the content of this covenant in hopes to secure agreements and signatures, of course, and the promise of commitment towards this covenant. So if we have any questions in the chat or Mirfat are still with us here. I'm here. And I was monitoring the chat. I didn't see any questions. Okay.
When I prepared together this presentation, actually I thought about some questions that I say, what if it's not that? What, how we can do this? So I can ask you, Lucas and Mirfat, to please. First of all, this question is, we know the Middle East or the Arabic region, we can say, has always is suffering from financial, political, health, among so many other concerns. So how we can reinvent is to encourage them to have a special focus on the environment when they are already faced with such challenges in this region. Please, Lucas and Mirfat, if you want to answer too, please. Yes, so one question that we have been asking ourselves, there's two aspects. One is that, of course, the communities from the Arabic countries or regions are small and they need to grow and they need to connect more. So they, for example, they should be flying more to meet in person and to grow their communities. And also, as you said in your presentation earlier, of course, the many Arabic countries are still developing, and in the Maghreb, for example, is heavily affected by climate change, because the desert is expanding. And so I think the Arabic communities play a special role in this effort. And so I think that the more developed communities should assist or support the developing communities or the growing communities in this effort. And this is written in the covenant that communities that are heavily affected by climate change and that are still developing as a community, they should receive special support under this. But of course, we need everyone to come together. That is, of course, also what you said in your presentation earlier. Sustainable development is about everyone coming together and everyone joining in the partnership. And so this is why, of course, we need everyone at the table to also raise their voice. أنا بقدر أضيف على جواب لوكس. طبعاً. هلأ كلنا بنعرف شو طبيعة المنطقة اللي عندنا، سواء من النواحي الجغرافية، النواحي البيئية اللي تفضل فيه لوكس، إنه إحنا مثلاً عندنا صحراء، طبيعة صحراوية وتتوسع وتمتد، وهذا الشيء واضح تأثيره على أو بشكل عام بيدعم الإمباكت السيء أو الأثر السيء لتغير المناخ في المنطقة. فإلى جانب نشر الوعي، لازم موضوع الشراكات مع الجهات المسؤولة عن التنفيذ، اللي هي غالباً في دولنا لازم تكون جهات حكومية، بإيدهم التنفيذ المشاريع، بإيدهم مثلاً مشاريع المياه، مشاريع البيئة، مشاريع الصحة البيئية، كل هاي الأمور مش بسهولة إنه متطوعين مثلنا نحن ممكن نشتغل على المحتوى، نشتغل على نشر الوعي، ولكن التنفيذ على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدول بحد ذاتها لازم يكون من منطلق أكبر شوي. صحيح صحيح. Okay. So another question is how would you, I mean here we actually guarantee the affiliates' commitment and accountability once they sign this covenant, for example? Are there going to be a meetings to discussing the follow-up? How will we do after the signatures? I hope that we get more of them. Yes, so this is a very good question. And so the Wikimedia Foundation has report where they publish or they calculate and they publish their carbon footprint. And Wikimedia Sweden wants to follow this example next year. And of course, for a small group, it is a big effort to start this. I think when we start, it is important to motivate each other, to like spread awareness about the issue and to just inspire each other and share ideas and experiences. I think that is the first stage.
But of course, in the future, when this project or this program becomes more mature, we of course also need to talk about, maybe being like friends or brothers, or that tell each other, hey, I think you need to clean up your room, like in the house, and to, partners not only, help each other, but sometimes they remind each other. And maybe so this is something that we need to be doing in the future. But I think the first stage is inspiration and sharing experiences and getting things started so that people have sustainability in their mind and that we can start partnerships in the movement, but also with external partners around this issue. بتحبي تضيفي شيء مرفت انه بخصوص المجموعات يعني هي كيف فينا نحن نتابعها بعد ما انه خاصه انه نحن مبادرتنا انت وانا اللي عم نقودها ونحاول نخطو فيها خطواتنا العمليه كيف ممكن نحن نتابعها بعد ما انه نتامل نحصل على هالتوقيع المتابعه بتكون أول شيء قبل المتابعة إنه كيف نضمن إنه نحصل على التعهدات. هلا لوكاس mentioned something about Sweden, the Wikimedian of Sweden chapter are going to sign. So this can be this the first example. We can make use of that experiment. We can ask them for help. I mean, for example, in a year or in 6 months. What have they done, all right? And this can be the trigger for other user groups, whether in the region or in the world as a whole, to mimic or to make use of this experience. And I think this is a good start for us because, I mean, instead of inventing the wheel, you can build on the others' experiences. So I hope that we can cooperate with the other chapters, maybe through you, Lucas, to see what they did, how they benefited from that, how they implemented it, and how we can do it the same way, or maybe we have to change the methodology, the ways of implementation. So this is how I think we should start. The attendees, anyone have any things to participate with us and any thoughts or any experience in this sustainability of environmental sustainability, please go ahead. عفوا انا ما سمعت الصوت نصحي لي لكن نعم الحقيقه انا ما كنت بعرف بوجود هالمشروع وكنت عم فكر بشكل موازي حقيقي قدمت مشروع كنت عم فكر بتوعيه الاكاديميكس لان بالاصل حاصلين على منح للدراسه برا ولقينا منهم واللي هي هدف المنح كانت الدراسيه هي التنمية تمام ومع ذلك الناس الحاصلين عليها بيكونوا يعني إذا عملت إحصائية مثل أنتم عاملينها حيكون العدد كثير أنا ضعيف إنه نحن ما بنعرف الأهداف الأمم المتحدة وأنا واحدة منهم لحتى صح لي إني اشتغلت مدربة بأحد الأهداف واللي هو أهداف المساواة بين الجنسين تحديدا اتفاقية سيداو اكتشفت انه قديش انا ما بعرف شو يعني قديش المجال مهم لكل حدا ناشط او تمكن بطريقه ما فعملت مشروع وبس يبدو اني توجهت للشخص الغلط او للجهه الغلط يعني توجهت لناس اعطت المنح هلا صرت بعرف انه لازم اتوجه لكم بس ما بعرف كيف لازم اتوجه لكم لانه بالضبط هي شريحه من الناس بتعمل فرق كثير كبير لما بتتوقع بأهداف الأمم المتحدة لأنه هي أساساً تمكنت أو جرى تمكينها مشان أهداف تنموية فهلأ ما بعرف كيف بدي يمكن مشروع نفسه باقتراحه نفسه لازم أتوجه فيه لكم هلأ أنا اللي صار أنه أنشأت organization non-for-profit
مشان لحق هذا الشيء. ما بعرف كيف بعمل شراكه معكم او بشتغل معكم، ما بعرف اذا توجهوني. مرفت بتحبي؟ ندى، هو ما بدي اقول انه انت يمكن تكون توجهتي للشخص الخطا، ولكن انه ممكن يكون في اكثر من مجال، اكثر من مسار انه ممكن انك تشتغلي فيه. هلا نحن زي ما تقولي بنقول يا هادي، نحن عم نحدد اهداف المشروع اللي راح نشتغل فيه ان شاء الله، واكيد راح نلجا للمؤسسه للمساعده سواء في الدعم المادي او دعم معنوي او موضوع الشراكات الى اخره. وطالما ندى انت اسستي ان جي او في هذا المجال، يعني احييك بشده ترى طبعا، فممكن نعمل بارتنرنج وذ يو، نشوف شو اللي قدمتي وشو اللي بتسعي لتحقيقه. والمنيح عندك انه انت حاطه هدف معين تشتغلي عليه، يعني انه ما وسعتي كل المجال، لانه اصلا ما بقدر حدا يشتغل على كل المجالات مره واحده. فخلينا نشوف شو فينا نشتغل مع بعض، نتواصل معك انا ونانور ان شاء الله. بشكركم، اكيد بدها تواصلات كثيره لنظبط هدف achievable يعني. بشكركم طبعا. كتير. انا بس حتى اوضح لكم، انا كانت الفكره بدي اعمل الجمهور، انا دائما افكر بالناس بالاول، يعني بمعنى يعني الشغل بيصير لما بتنجحي انك تستقطبي ناس على هدف. فكان الناس اللي مفكره فيهم هم الناس اللي يعني اللي ما بنعرف عدد وجودهم، هم عددهم كبير، واللي هن سميتهم اكاديميكس، بس الحقيقه هن الناس اللي حصلوا على شهادات عليا وهن مقيمين يعني اوريدي بالدياسبرا، دائما عم بتخصص الموضوع بالغرب، لانه يعني مثل ما شايفين هن متعوبه عليهم لحتى وصلوا لهني، وهن ممكن يعملوا يعني يعملوا جسر للتنميه ببلادنا. بشكركم، حاخذ اكثر من هيك، شكرا كثير، نتواصل معكم اكثر. شكرا. شكرا، بالانتظار. شكرا لك ندى. اند سو وي كان جو باك تو ريمايند and to define the covenant briefly, please, Lucas. So how can we say about what can we say about the covenant in two sentences, if we can? In 2 minutes, please. Yes. Yes. So in 1 minute, we want to come together to reduce our carbon footprint as an organization, but also help each other to create partnerships to improve the content on Wikipedia and the Wikimedia projects about environmental sustainability. And this is why I think this is an important topic, and this is why I think all affiliates should join. And thank you again for allowing me to extend the invitation to the Arabic affiliates. Mirfat, بتحبي تضيفي أو تذكرينا بشيء من بعد إذنك؟ بس خطر لي انه نانور لما بدنا نعمل ويبينار ثاني، لانه الويبينار الاول اللي عملتيه قدمتي فيه المشروع كان جدا ناجح. ندى ذكرت شغله انه الاكاديميين اللي عم تحاول تتواصل معهم هم ممكن انهم يشتغلوا على ال bridging the gap، او انهم يحاولوا يعملوا هذا الجسور ما بين الغرب اللي هم واصلين فيه لاعلى مراحل وما بيننا نحن في هذا العالم. وطبعا هذا اللي انت عملتيه كمان لما استعنتي في اشخاص عرب من السويد لانهم يقدموا لنا او يتكلموا عن الفكره، فاظن انه ممكن انه نحاول نعملها باسلوب موسع في المره القادمه، وان شاء الله بنشوف ندى شو ممكن تعمل معنا الويبينار الثاني. يا بشكركم، وهي كانت فرصة لطيفة جدا انه نقدم المشروع ونفتح عيون الناس على فكرة الـ SDGs، يعني على امل انهم هلا يروحوا على الويكيبيديا ويحاولوا يقرأوا شوي عنه، بنكون حققنا ان شاء الله واحد من الاهداف. شكرا. صحيح. ونحن من الـ SDGs اليوم خصصنا الموضوع اللي بيهتم بالبيئة، والأهم هو التعهد الموجه للجهات الشقيقة اللي هن المجموعات مستخدمين العربية والمشاريع العربية اللي بتهتم بالمحتوى على ويكيبيديا ومشاريع الشقيقة. فبفترة قريبة نحن مبادرة ويكي الاستدامة بالعربية رح نتواصل مع المجموعات العربية والمشاريع لنخطو خطوة عملية نحو أنه كيف فينا نحن نكون كمان سباقين، لأنه شفنا المجموعات الموجودة اللي موقعة على هالتعهد بالاستدامة هي مجموعات ليست كثيرة حالياً، ممكن نحن نكون كمان سباقين ونثبت
التزامنا نحو قضايا البيئة اللي تخص داخل الحركة وطبعاً اللي ترجع للعالم جميعاً. فبتشكركم كتير. Thank you very much, Lucas. شكراً. شكراً مرفت. ونحو مشاريع وخطوات عملية مستقبلية أكثر. شكراً جزيلاً للأستاذة دانور من السويد وللأستاذة ميرفت من الأردن والأستاذ لوكاس من ألمانيا. كما أود أن أنوه بالعمل الجبار الذي يقوم به الزميل رضا في الغرفة الترجمة باللغة العربية. شكراً جزيلاً لكم وإلى لقاء آخر بحول الله. شكراً. مع السلامة.